بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث بمدرسة نور المعارف الإسلامية، معكم أستاذ تامر لبلان، درس من دروس مادة اللغة العربية. درس اليوم بعنوان أرض النخيل. درس النهاردة هو في فرع القراءة وهو بعنوان أرض النخيل. درس اليوم اسمه إيه؟ أرض النخيل. تعال نقرأ الفقرة اللي عندنا الأولى. يلا مع بعض كده نقرأ. أرض النخيل، أرض النخيل بعد رحلة طويلة وصلت الفراشات إلى أرض النخيل. جذب انتباه الفراشات المناظر الرائعة وبساتين الزيتون والنخيل حول البحيرات. شعرت الفراشات بالبهجة فقالت: ما أجمل وطننا مصر. حطت الفراشات على بساتين النخيل البلح السيوي شهي وجميل. شربت الفراشات من عيون المياه المعدنية العذبة. وفي أحد البساتين تحدثت الفراشات مع أحد السياح، الفراشة الحمراء: أهلا بك يا صديقي في واحتنا الجميلة. السائح في سرور: أهلا بك يا صديقتي. دي الفقرة الأولى. تعال نقرأ تاني يلا مع بعض كده. أرض النخيل، أرض النخيل بعد رحلة طويلة وصلت الفراشات إلى أرض النخيل. وصلت الفراشات إلى أرض النخيل. جذب انتباه الفراشات المناظر الرائعة وبساتين الزيتون والنخيل حول البحيرات. شعرت الفراشات بالبهجة فقالت: ما أجمل وطننا مصر. حطت الفراشات على بساتين النخيل البلح السيوي شهي وجميل. شربت الفراشات من عيون المياه المعدنية العذبة. وفي أحد البساتين تحدثت الفراشات مع أحد السياح، الفراشة الحمراء: أهلا بك يا صديقي في واحتنا الجميلة. السائح في سرور: أهلا بك يا صديقتي. طبعا درس اليوم بيتكلم عن أرض النخيل. طيب تعالوا نعرف بسرعة كده إيه هي أرض النخيل. أرض النخيل هي واحة مصرية تسمى واحة سيوة. يلا شوف كده معايا، اسم الواحة واحد إيه؟ واحة سيوة. واحة سيوة ده مبدئيا نعرفها دلوقتي، إن أرض النخيل هي واحة سيوة. طب ليه بيسموا واحة سيوة ديت بأرض النخيل؟ وهو يعني إيه واحة الأول؟ الواحة يا حبايبي هي أرض خضراء وسط الصحراء. أرض خضراء وسط الصحراء. مصر فيها عدة واحات، من ضمن هذه الواحات واحة سيوة اللي هي عنوان درسنا اليوم. وبتشتهر سيوة دي بزراعة النخل، بزراعة النخل، ولذلك تسمى أرض النخيل بسبب كثرة أشجار النخيل بها. واحة سيوة دي يوجد بها أشجار نخيل كثيرة، ولذلك تسمى أرض النخيل. وطبعا هي مشهورة بالتمور، التمر اللي هو البلح. طبعا عايز حد منكم بقى يطلع لي كده كلمة فيها مد بالألف. طبعا لو مشينا كده مع بعض، عندي الفراشات فيها مد بالألف، عندي المناظر، عندي الرائعة، بساتين، البحيرات، طبعا كتير في كده، يا الحمراء، الفراشة، السائح. طيب مد بالياء، مد بالياء زي كلمة طويلة، خلاص. بساتين النخيل، كل ده في مد بالياء. عايز مد بالواو، مد بالواو زي كلمة عيون، لا مش عليه عيون، طبعا دي فيها مد بالواو. سرور، مد بالواو. طيب عايز كلمة فيها لام قمرية، لام قمرية على طول كده. عندي كلمة الفراشات فيها لام قمرية، البلح فيها لام قمرية، المعدنية، العذبة، والمياه. طيب لام شمسية، لام شمسية زي كلمة النخيل، الزيتون، السائح، كل دي لام شمسية. يبقى احنا نشرح دلوقتي، أرض النخيل هي واحة مصرية تسمى واحة سيوة. الوحدة بتاعتنا اسمها رحلة الفراشات. الفراشات قامت برحلة، بعد رحلة طويلة وصلت الفراشات إلى أرض إيه؟ النخيل. يبقى إلى أين وصلت الفراشات؟ وصلت الفراشات إلى أرض النخيل. جذب انتباه الفراشات وهي طايرة منظر رائع. إيه اللي هو المنظر الرائع اللي جذب انتباههم؟ بساتين الزيتون والنخيل حول البحيرات. يبقى لو قلت لك ما الذي جذب انتباه الفراشات؟ هتقول لي بساتين الزيتون والنخيل حول البحيرات.
شعرت الفراشات بالبهجة، حست بالبهجة والسرور من المناظر الجميلة اللي هي شايفاها، فقالت: ما أجمل وطننا مصر. يبقى بما شعرت الفراشات وماذا قالت؟ شعرت الفراشات بالبهجة وقالت: ما أجمل وطننا مصر. أو ممكن أقول: متى قالت الفراشات ما أجمل وطننا مصر؟ عندما شعرت بالبهجة. فنزلت الفراشات على إيه؟ على بساتين النخيل، حطت يعني نزلت الفراشات على بساتين النخيل، وطبعا شافوا البلح السوي اللي هي بتشتهر بيه سيوة اللي هو شهير وجميل. الفراشات شربت من عيون المياه المعدنية العذبة، الماء في واحد سيوة هو من عيون المياه، بيشربوا المياه من المياه اللي في الأرض اللي احنا بنسميها مياه الآبار والعيون، هي المياه الجوفية. فهناك في حاجة اسمها عيون المياه المعدنية العذبة. وفي أحد البساتين، وصلوا لأحد بساتين المزروعات اللي هناك، تحدثت الفراشات مع أحد السياح، اتكلموا مع أحد السياح، فسألته الفراشة بتقول له أهلا، أو بتقول بترحب بيه بتقول له: أهلا بك يا صديقي في واحتنا الجميلة. رد عليها قال لها: أهلا بك يا صديقي. طيب تعالوا نشوف بعض المفردات اللي موجوده. عندي البهجه معناها الفرحه، البهجه معناها الفرحه، الفراشه معناها نوع من الحشره، طبعا الفراشه ده نوع من الحشرات، طبعا الفراشه مش طائر وحشره. جذب معناها شد، جذب معناها شد. الرائعه معناها الجميله، الرائعه معناها الجميله. حطت معناها نزلت، حطت معناها نزلت. شهي معناها لذيذ، شهي معناها لذيذ. دي بعض المفردات اللي هي موجوده عندي في درس اليوم. طيب تعالوا نشوف حاجه تانية. هنا الكلمه وعكسها، مضادها يعني، المضاد او العكس زي بعض. كلمه طويله عكسها قصيره، زي ما احنا شايفين اهو، طويله عكسها قصيره. البهجه عكسها الحزن، قلنا البهجه الفرح او السرور عكسها الحزن. حطت معناها نزلت عكسها ايه؟ طارت عكس حطت طارت. شربت عكسها ايه؟ ظمأت. شربت عكسها ظمئت. العذبة عكسها المالحة، العذبة عكسها المالحة. صديقي عكسها عدوي، صديقي عكسها عدوي. طيب نشوف الكلمة وجمعها، أرض جمعها أراض، أرض جمعها أراض، رحلة جمعها رحلات، رحلة جمعها رحلات. الرائعة معناها، الرائعة جمعها الروائع، الرائعة جمعها الروائع. وطن جمعها أوطان، وطن جمعها أوطان. الفراشة جمعها الفراشات، الفراشة جمعها الفراشات. السائح جمعها السائحون، السائح جمعها السائحون. النخيل مفرده النخلة، النخيل مفرده النخلة. المناظر مفردها المنظر، المناظر مفردها المنظر. البساتين مفردها البستان، البساتين مفردها البستان. عيون مفردها عين، عيون مفردها عين، عيون مفردها عين. المياه مفردها الماء، المياه مفردها الماء. البحيرات مفردها البحيرة، البحيرات مفردها البحيرة. نشوف الأسئلة بقى اللي على الدرس ده. أين وصلت الفراشات؟ الفراشات وصلت فين؟ أنا سامع ناس بتجاوب وصلت فين؟ وصلت الفراشات لأرض النخيل، أهي وصلت الفراشات إلى أرض النخيل. وصلت الفراشات فين؟ أرض النخيل. وصلت الفراشات فين؟ أرض النخيل. ماذا جذب انتباه الفراشات؟ ايه اللي جذب انتباه الفراشات؟ ايه اللي شد انتباه الفراشات؟ ماذا جذب انتباه الفراشات؟ جذب انتباه الفراشات المناظر الرائعة من بساتين الزيتون والنخيل حول البحيرات. تاني، ماذا جذب انتباه الفراشات المناظر الرائعة من بساتين الزيتون والنخيل حول البحيرات؟ أين حطت الفراشات؟ الفراشات حطت فين؟ على بساتين النخيل. يعني أين نزلت الفراشات؟ نزلت الفراشات على بساتين النخيل، نزلت الفراشات على بساتين النخيل. بما يمتاز البلح السوي، البلح السوي صفاته إيه أو مميزاته إيه؟ أنه شهي وجميل، زي ما قال لي كده في الدرس، البلح السوي شهي وجميل. ممكن أسأل كمان أقول: بما شعرت الفراشات؟ شعرت الفراشات بالبهجة، شعرت الفراشات بالبهجة. وماذا قالت؟ قالت: ما أجمل وطننا مصر. من أين شربت الفراشات؟ شربت الفراشات منين؟ من عيون المياه المعدنية العذبة. طيب في شكل كده، تعالى نكمله. يلا، الفراشات وصلت إلى أرض النخيل، الفراشات وصلت لأرض إيه؟ النخيل. حطت على، ها سمع ناس بتجاوب، حطت على إيه؟ بساتين النخيل. شربت من عيون المياه المعدنية العذبة، عيون المياه المعدنية العذبة. شعرت الفراشات بالبهجة، شعرت الفراشات بالبهجة. يبقى تاني، الفراشات وصلت إلى أرض النخيل، حطت على بساتين النخيل، شربت من عيون المياه المعدنية العذبة،
شعرت بالبهجة، شعرت بالبهجة. كده يبقى خلصنا الجزء الأول من درس أرض النخيل، وإلى لقاء آخر في جزء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.